مع حاجة بتعمل مشاكل كبيرة جدا بين الناس، وهي فكرة السنة والبدعة. من أكتر الحاجات دايما تلاقيها منتشرة: يا أخي ما تعملش كده، ده بدعة. يا عم بدعة إيه؟ وإحنا بنعمل حاجة، ده إحنا بنعمل حاجة تقربنا لربنا. ما هو لا، ما ينفعش. لا ينفع، لا حرام، لا حلال. من أكتر المشكلة، الحاجات اللي بتعمل مشكلة بين الناس، موضوع البدع ده. يعني زي ما كنت بقول للشيخ محمد، بقول له في أمور في علم العقيدة مفيش فيها خلاف. يعني لو جينا سالنا اي واحد سؤال، مثلا ربنا سبحانه وتعالى فين؟ حلو، في السماء. كلنا هنقول كده. جينا نقول النبي صلى الله عليه وسلم مات ولا ماتش؟ كله هيقول مات. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وحي ولا ما جاءوش؟ كله هيقول جاء. ففي امور في العقيده مفيش فيها مشكله، كل الناس متفقه فيها. انما في امور هي اللي بتحصل فيها المشكله دي، بيحصل فيها الخلط ده، وبتبقى الناس مش قادره تفهم ايه المشكله. يعني ان احنا عملنا كذا، يعني ايه بدعه؟ وبدعه دي وانتوا كل حاجه تقولوا عليها بدعه؟ قصه كده كبيره يعني. فالنهارده باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نحاول نوضح القصه دي. هو ايه بقى موضوع البدعه، وايه السنه، ومثلا طب انا بعمل ميكروفون في الجامع، ده ايه الغلط اللي فيه؟ نقول لا ده مش بدعه، ليه؟ انت مش حاجه جديده. قصه كده هنحاول ان شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم فيها. اللي حابب يتابعنا من الكتاب ان شاء الله، احنا هنبدا من صفحه 39، تمام، باب الترغيب في السنه والتحذير من البدعه. في البداية احنا مأمورين ان احنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر: وما اتاكم رسول فخذوه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول، بيأمركم ان انتوا تسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فروح للنبي صلى الله عليه وسلم نسأله: يا رسول الله انت بتقول ايه؟ لان ربنا امرنا نسمع كلامك. فقال: بيأمركم ان انتوا تسمعوا كلامي وكلام الخلفاء الراشدين، وتسمعوا الكلام ده وتعضوا عليه بالنواجذ، يعني تمسكوا على ده. خلاص، ده اكتر حاجة تمسكوا عليها، وما تحاولوش بقى ان انتوا تزيدوا عن الموضوع ده. طيب، جينا في البداية قلنا: طيب يا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول عليكم بسنتي، هو يعني ايه بقى السنه اصلا؟